طيب ده فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم، لكن النهارده في الحقيقة بيصادف ذكرى ميلاد أسطورة بكل معاني الكلمة بالنسبة لكل الأهلاوية، هو مستر مانويل جوزيه. النهارده بيتم عيد ميلاده ال 73. مستر مانويل جوزيه ولد في 9 من شهر ابريل عام 46 1946 في مدينة سانت أنطونيو البرتغالية، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في نادي بنفيكا خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، قبل ما ينتقل طبعا من بنفيكا لأحد أو عدد من الأندية داخل البرتغال، وأعلن اعتزاله سنة 79. واحنا عارفين ان هو ابتدى ولايته الاولى، هو جه على مدار 3 ولايات في تاريخه مع النادي الاهلي. ولايته الاولى كانت بدايه من 2001، وحقق في الحقيقه فيها بطوله دوري ابطال افريقيا، وكانت غايبه عن النادي الاهلي بقى لها فتره، وكمان حقق السوبر الافريقي، اخفق بس في الدوري مع اخر جوله او اخر جولتين بالتحديد. فبالتالي مشي ورجع مره ثانيه، ومشي ورجع مره ثالثه، وفي الحقيقه في كل المرات مستر مانويل جوزيه حقق العديد والعديد من الالقاب اللي مش هيقدر ينساها كل جمهور النادي الاهلي، وهو داهيه برتغاليه حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي، محدش هيقدر ينساه من كل الاهلاويه، وبكل التاكيد مدير فني تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي مستر مانويل جوزيه كل سنه وانت طيب، وعمرنا ما هننسى بكل تاكيد كجمهور للنادي الاهلي كل الذكريات السعيده اللي عشناها معاك طبعا كمدير فني اسطوري بالنسبه للفريق. ما نجحش في بعض الفرق او منتخبات اللي تولى مسؤوليتها، لكن كميته الراجل كانت ماشيه مع النادي الاهلي، كان جمهور النادي الاهلي بيحبه بشكل كبير جدا مستر مانويل جوزيه. كل سنه وهو طيب، وعقبال كده يا رب 100 سنة مستر مانويل. طيب خلينا